أكيد قلت يعاملك صح؟ لكن مو هذا اللي أبيه، وإن كان الكلام اللي قلته أنت هو صحيح، بل هو قاعدة نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعامل الناس بمثل ما تحب أنهم يعاملوك. هذا طبيعي الإنسان يعيش معهم، لكن القاعدة اللي بنتكلم عنها اليوم قاعدة لا تقل عن تلك رقي وسمو. احفظها، عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملك الله. ما الذي تريده من رب العالمين؟ افعله بالناس. كيف تريد أن يعاملك الله سبحانه؟ عامل الناس. مثلا تريد الرزق أن الله يعطيك، بكل بساطة أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. تبي الله يرحمك؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بالضبط اللي تسويه بالناس رب العالمين يعاملك فيه. من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. كما تعامل الناس الله يعاملك. تبي الله يستر عليك؟ من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. تمر بضيقة ومشكلة وأزمة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هكذا يتعامل الله معنا، بحسب ما نتعامل مع الناس. كلنا ودنا أن رب العالمين يعفو عنا ويصفح ويسامحنا. تبي هالمعاملة من الله؟ أنت اصفح عن الناس، سامح اللي غلط عليك، اعفو عن اللي ظلمك، وشوف رب العالمين كيف يتعامل معك. وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ تبي الله يغفر لك؟ أنت يا أخي اغفر للناس. تبي الله يعفو عنك؟ أنت اعفو عن الناس. هذه القاعدة لا تنساها، عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملك الله. حتى لو كنت يوم من الأيام مهموم وضايق خلقك وزعلان وتبي الله يسعدك ويفرح قلبك، حاول أنت أنك تفرح قلب إنسان. في النهاية خذ هذه القاعدة وهذا الحديث، والسلام ختام.